يلا اه خليه بس تعال ما تدري خذ قاعد خرب ماشي ماشي لا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان إنما كنتم من طلقة أول أشواق الصعوب الإبكار من المسافة الأقوى 200 متر هي مسافة المقررة تسير بكم مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط اليتويج الشاهينية سالم بن أحمد الراشدي مع المركز الأول المركز الثاني من الجانب الآخر المتدخلة في هذه اللحظات والقادمة مع الأسماء المشاركة. أعود إلى المركز الثالث لكشف الأسماء شواهين سعيد بن علي الهاشمي المركز الرابع القادمة أيضا هناك نشبة سعيد بن الشراخ الوهيبي. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى الانطلاق الجميل إلى الانطلاق المثير اللي انطلقت هناك مع الصدارة الشاهينية سالم بن أحمد الراشدي. نعم المركز الأول المركز الثاني حضور عبد الله بن سعيد السعدي على المركز الثاني المركز الثالث القادم والقادم شوف والمنطلق أيضا نشبة سعيد بن الشراخ الوهيبي قادم في هذه اللحظات والمركز الرابع أيضا هناك بشعار الربيعي الشاهينية خالد بن سعيد الربيعي. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول الشاهينية سالم بن أحمد الراشدي من انطلق منذ البداية واندفع نحو المركز الأول يبحث عن الانتصار والناموس. يا سلام يا سلام هذا التحدي الجميل. لكن بن الشراخ غادم في الأمتار الأخيرة غادم مع نشبة نشبة ولا الشاهينية لكن الشاهينية الشاهينية الراشدي الراشدي يبحث عن السلام وعن الناموس مع أول الأشواط الصعوب تهانين والناموس. المركز الثاني النشبة سعيد بن الشراخ الوهيبي. المركز الثاني حضور عبد الله بن سعيد السعدي. توقيتنا الزمني نعتذر عن التوقيت يا مالكي أيضا الشاهينية لكن الناموس والتحدي الذي لاحظناه الدفاعية والأروع سالم بن أحمد الراشدي تهانينا.